على الرغم من الأوضاع المأساوية مع رحلة النزوح، تعرض الموظفون في دائرة صحة نينوى إلى عملية فساد مالي، عملية توصف بالاختلاس قامت بها شركة من القطاع الخاص في مبلغ يصل إلى حوالي 11 مليار دينار عراقي، وهو مستحقات شهرين لأكثر من 5000 موظف، وتجمع العشرات منهم أمام المقر البديل للدائرة بأربيل للمطالبة بحقوقهم. الأسبوع الماضي على أساس أن تأتي إلى أقليم كردستان بحوالة مالية من بغداد مرتبات شهر كانون الثاني وشهر شباط، وقام بتحويل المبلغ إلى دولة الأردن والمغادرة مع عائلتي إلى دولة الأردن. العقد الذي أبرمته دائرة صحة نينوى لإيصال مستحقات الموظفين من بغداد إلى أربيل يعتقد أنه أبرم على أساس المحسوبية والمنسوبية لعدم إيفائه بالشروط القانونية. العقد غير قانوني بتاتا، فلهذا على ضوءه صدرت المذكرات إلقاء قبض لكل من وقع العقد ومن صادق عليه ومن شارك في لجنة التحليل العطاء الشركة. الجهات المعنية في الحكومة المحلية بنينوى سارعت إلى تشكيل لجان تحقيقية وإصدار أوامر باعتقال 7 أشخاص على ذمة التحقيق، في خطوة على ما يبدو من المجلس للتخفيف عن غضب الموظفين. سوف نتابع هذا الموضوع عن كثب من خلال اللجان المعنية وعلى رأسهم اللجنة المالية، وإن شاء الله سوف تكلل جهود محافظ نينوى الحثيثة لإعادة الأموال إلى مستحقيها. بدوره وصف محافظ نينوى العملية بمؤامرة سياسية والمتاجرة برواتب الموظفين لأهداف شخصية دون توجيه الاتهام بشكل مباشر إلى أي جهة بعينها. أنا لا أذكر أسماء، وإنما هي عملية تسقيط سياسي للحكومة المحلية لمحافظة نينوى، ولا أذكر أسماء لأن هذا ما يهمني. إحنا سايرين نحو هدف هو تحرير نينوى وتوحيد الرؤى أنه عدونا واحد. بعد سيطرة تنظيم داعش على عدد من مدن العراق بينها الموصل في عام 2014، نزح أكثر من 1,000,000 شخص إلى أقليم كردستان، مما دفع بالحكومة العراقية إلى صرف رواتبهم الشهرية عن طريق مكاتب الصيرفة لعدم وجود فروع لمصرف الرافدين في الأقليم. فقد الموظفون النازحون من الموصل رواتبهم في عملية توصف بالفساد المنظم، فيما يلقي المسؤولون الحكوميون في نينوى الكرة في ملعب الآخر. من داخل مبنى المقر البديل لمحافظة نينوى في أربيل، عبد الحميد زيباري، الحرة.